أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ق
قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم ابرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكسبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ندوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله في حصة هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب الخمسين في المصحف الكريم وأول آية في مطلع هذا الربع تعتبر تتمة للحديث عن عيسى بن مريم وقد ابتدأ هذا الحديث في نهاية الربع الماضي من قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون فقد نقلت كتب السيرة أن مشركي قريش هالهم ما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم من قوله تعالى في خطابه لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إذ أن مضمون هذه الآية يقتضي أن المشركين وجميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله سيكونون حطبا ووقودا في جهنم فأورد المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتراضا وإشكالا بما يقوم به النصارى من عبادة لعيسى بن مريم وسألوه هل سيكون عيسى بن مريم أيضا ما دام النصارى يعبدونه في جهنم معهم كما تكون فيها أصنام المشركين وأوثانهم التي يعبدونها من دون الله وقد ألقوا هذا السؤال لمجرد الجدل إذ هم يعلمون مسبقا
أن عيسى بن مريم بصفته رسولا من عند الله لن يكون في النار، فهو من الذين سبقت لهم الحسنى ومن المبعدين عن جهنم، وإنما أرادوا أن ينتقلوا من هذا القياس الفاسد، لأنه قياس مع وجود الفارق، إلى أن آلهتهم ومعبوداتهم من الأصنام والأوثان لن تكون في النار، بدعوى أن عيسى بن مريم ليس خيرا من آلهتهم، على حد قولهم أآلهتنا خير أم هو؟ فغرضهم في الحقيقة هو الجدل والمشاكسة للوصول إلى جوهر الحق في الموضوع، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. ولذلك تولى كتاب الله إبطال قياسهم لعيسى بن مريم على آلهتهم، وبين أن الدعوة التي دعا إليها عيسى النصارى كانت قاصرة على إفراد الله بالعبادة والاعتراف له بالعبودية والتعريف بألوهيته ووحدانيته المطلقة دون سواه. فعيسى بن مريم لم يدعو أحدا من أتباعه لا إلى عبادته ولا إلى تأليهه ولا إلى اعتباره ابنا للإله كما ادعاه النصارى المبطلون زورا وبهتانا، وذلك قوله تعالى في هذا الربع: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. على غرار ما جاء في آية أخرى حكاية عن عيسى بن مريم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم عقب كتاب الله على هذا الرد المفحم الذي أبطل شبه المشركين، موضحا مصدر هذه العقائد الباطلة التي انتشرت عن المسيح بين فرق النصارى المختلفة، وذلك قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، إشارة إلى الشيع والمذاهب والفرق التي انقسمت إليها النصرانية بعد عيسى عليه السلام. تلك المذاهب والشيع والفرق التي اخترعت بمحض خيالها عقيدة المسيح الإله أو المسيح ابن الله وما شابههما من المعتقدات الزائفة، التي هي في آن واحد ظلم في حق الله، إذ يصدق على معتقديها أنهم ما قدروا الله حق قدره، وظلم في حق المسيح لأنه لم يكن سوى عبد لله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، فغالى فيه أتباعه ورفعوه إلى مرتبة الإله. وهذا الظلم الصارخ لله ولرسوله عيسى هو الذي يشير إليه قوله تعالى: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، عقب الإشارة لاختلاف الفرق والمذاهب النصرانية التي تضمنها قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم. وعرج كتاب الله بعد ذلك عن العقيدة الباطلة التي يعتقدها المشركون وبعض اليهود والنصارى، حيث يدعون أن لله ولدا، وجعلوا له من عباده جزءا
إن الإنسان لكفور مبين، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. واتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول عليه السلام ملقنا إياه ماذا يقوله لمن يعتقد هذه العقيدة الباطلة: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لكن الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومن هنا انتقلت الآيات الكريمة إلى تنزيه الله عن كل صفة من صفات النقص، وإلى تمجيده بكل صفة من صفات الكمال. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم اتجه الخطاب إلى الرسول عليه السلام مرة أخرى يدعوه إلى انتظار وعد الله بشأن مصير المشركين: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقيله: يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. وبمجرد ما ننتهي من سورة الزخرف المكية وننتقل إلى سورة الدخان المكية أيضا، نجد أنفسنا أمام آيات كريمة تنوه بكتاب الله وتصف الليلة المباركة التي أنزله الله فيها على قلب رسوله الصادق الأمين، وتلفت نظر الإنسانية جمعاء إلى أن كتاب الله إنما هو رحمة مرسلة من عند الله، أنزله لهداية البشر والأخذ بيدهم لسلوك مسالك الرشاد والسداد. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. ويتصل بهذا الموضوع نفسه قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فبمقتضى مجموع هذه الآيات يتبين أن كتاب الله ابتدأ نزوله في شهر رمضان المبارك الذي شرع الله صيامه ذكرى لنزول القرآن، وأن أول ليلة وقع بدء نزوله فيها هي إحدى ليالي رمضان، وهي بالذات ليلة القدر التي هي عند الله خير من ألف شهر. وهذه الليلة هي التي نوه بها كتاب الله في فاتحة هذه السورة التي نحن بصدد تفسيرها، حيث وصفها بأنها ليلة مباركة، لأن القرآن الذي ابتدأ نزوله فيها كان أكبر بركة أنعم الله بها على بني الإنسان، بما فتح لهم من آفاق جديدة في العلم والمعرفة، وما هداهم إليه من وجوه الإصلاح الروحي والمادي لمختلف مرافق الحياة، وما أتاح لهم من الوسائل الفعالة لترميم صرح الحضارة المتداعي وبعث الإنسانية من مرقدها الطويل. وقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا،
إشارة إلى ما تولى بيانه ونزوله كتاب الله الكريم، إلى ما تولى بيانه ونزوله منجما حسب الوقائع والأحداث من الأوامر والنواهي التي جعلها الله شرعة خالدة للمسلمين ومنهاجا دائما للمؤمنين. فما من أمر أو نهي في كتاب الله إلا وهو يتضمن من الحكمة والرشاد ما يضمن صلاح جميع العباد. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقوله تعالى في وصف كتابه رحمة من ربك، رحمة من ربك، تعريف لعباده المؤمنين بأبرز خاصية من خواص كتابه الكريم. فلا يعرف في تاريخ البشرية أن كتابا غير القرآن الكريم مات له فضلا عن أن يفوقه في الأخذ بيد الإنسان وتحريره من سيطرة الأوهام ورق الأوثان ودفع عجلة تقدمه ونهضته إلى أقصى حدود الإمكان. ويكفي لتقدير فضله الواسع ومعرفة تأثيره العميق إلقاء نظرة ولو بسيطة على تاريخ الأمم التي دخلت بفضله في عداد الأمم المتحضرة والتي أصبح لها في ظله كيان وسلطان، والتي في إمكانها إذا عادت إلى حظيرته بعزيمة وإخلاص أن تفرض وجودها وبقائها على الدهر إلى آخر الزمان.